رحت مثلا احل في امتحان او كويز او الميس بتسالني على حاجه في الكلاس نسيت مع ان احنا مذاكرينها، وتفضل الام احنا مش لسه قايلين ده امبارح وعدتهولي فعلا مرتين، ايه الاسباب؟ طبعا كتير جدا اولياء الامور زي ما حضرتك قلتي في البدايه بيشتكوا من النسيان للاطفال، وطبعا المشكله دي احنا لازم نفهم من البدايه ان النسيان ده عباره عن عرض وليس مرض، يعني هو مش مرض، هو عرض لحاجه لمرض معين. طيب النسيان كمان يعني لما بيزيد عندي اكتر من اللازم هنا ابدا احس ان هو مشكله. لكن في بعض العلماء يعني اثبتوا ان في نسيان طبيعي بيحصل لنا طبيعي خلال اليوم، ده ما يقلقش جدا، وان نسبته بتتراوح 20% من اصل المعلومات اللي متخزنه عندنا. فده ما يقلقش جدا، لكن لو اتكرر معايا هو ده المشكله. الاسباب بقى بيكون في عندي اسباب عضويه واسباب نفسيه. الأسباب العضوية بتتراوح في كذا حاجة، أولها الإصابات الدماغية اللي ممكن الطفل يتعرض لها لا قدر الله من الحوادث، إن هو مثلا ممكن وخصوصا في السن الصغير ده بيكون خطر جدا من البداية، فبيسبب لي مشكلة النسيان. كمان الأنيميا وسوء التغذية دي بتسبب لي النسيان، لأن هنا المخ أو خلايا المخ بتبقى محتاجة فيتامينز معين ومعادن وحاجات كتير وحاجات كتير تبقى موجودة في التغذية. طبعا، فهنا بيحصل عملية النسيان. كمان ممكن الاضطرابات زي اضطراب ADHD ده ممكن بيسبب لي عدم التركيز وعدم الانتباه، فبيأثر على النسيان، لان هنا العمليات العقليه هو فرط النشاط. طبعا لان العمليات العقليه كلها مرتبطه ببعضها يعني. كمان في السمنه المفرطه اللي بيتعرض لها الاطفال، لان دي هنا ما بيبقاش في حركه، والحركه طبعا بتساعد على تدفق الدم لخلايا المخ، فبتؤدي الى تحسين طبعا الذاكره والانتباه والتركيز. فالسمنه طبعا عندي بتاثر، قله النوم اللي بيتعرض لها الاطفال في بيبقى بشكل مرضي، بيبقى ارهاق ارق او حاجات زي كده، زي الطلاب الثانويه العامه طبعا بيبقى عندهم قله النوم والحاجات دي. طيب في اسباب النفسيه طبعا، نيجي اول حاجه القلق والتوتر. القلق والتوتر ان انا عايزه ابقى بيرفكت بقى، واني دايما ماما تقولي لازم تبقى الاول ولازم تبقى، فطبعا بيحصل ضغط نفسي رهيب. طبعا انا بالنسبه لي دكتور نرمين مش ده السبب النفسي الاول، السبب الاولاني التابلت والتليفونات الموبايلات السمارت طبعا. وان احنا طول الوقت الولاد طبعاً بيلعبوا جيمز، ما هو ده بيقلل التركيز. طبعا ده من اشد المخاطر، التكنولوجي والحاجات التابلتس والموبايلات والحاجات دي تاخد من تركيزنا طبعا كتير جدا. بتسبب كمان السمنه، لما الطفل بيقعد 24 ساعه او نقول مثلا نص اليوم بيقعد على الموبايل، فطبعا الطفل هنا مش بيتحرك فبتحصل هنا سمنه. كمان الخوف من مامي ان هي مثلا تضربني او تزعق لي، او مثلا مش هتجيب لي مثلا اللعبه الفلانيه لو انا ما طلعتش الاول، او الحاجات التحفيزيه اللي بتيجي بطريق الخوف والترهيب. هنا بيحصل ان دايما بيبقى قلقان الطفل او الابناء عامه، فبيحصل هنا فقدان عدم للذاكره. تركيز. طبعا فقدان للذاكره. كمان بنلاقي اسباب كتير نفسيه زي المشاكل اللي بتحصل بين الزوجين او الاب والام، مشاكل اسريه. طبعا، وبيشوفها الابناء، فهنا طبعا بيحصل توتر وقلق، وخصوصا لما يكون سن كبير بيبقى خايف بقى ان بابا ينفصل عن ماما والحاجات دي، اللي هو مدرك يعني طبعا. مدرك.